يعني ظهور فيروس كورونا خلى يعني كل المصريين، ومش بس في الحياة المصريين، العالم كله مهتم بمسألة الفيروسات الجديدة اللي بتطلع من حين لآخر. بقالنا كام يوم بنسمع عن فيروس اسمه نورو فيروس، وفي إصابات بالعدوى بهذا الفيروس في أكثر من دولة، وبدأت الناس تسأل إيه حكاية هذا النوع من الفيروس، وهل هو معدي، هل في شبه بينه وبين فيروس كورونا ومتحوراته يعني اللي ظهرت مؤخرا ولا لا. تعالوا نتابع هذا التقرير. من كام يوم ظهرت بعض التقارير العلمية الطبية وأكدت انتشار نسبي في عدوى الإصابة بفيروس نورو فيروس، وحصلت إصابات متعددة من مختلف الشرائح العمرية في أكثر من دولة، وده اللي خلى الناس في كل أنحاء العالم تسأل إيه حكاية النوع ده من الفيروس؟ هل هو معدي؟ هل في شبه بينه وبين فيروس كورونا ومتحوراته؟ النورو فيروس هو فيروس معدي، وهو السبب الأكثر انتشاراً لالتهاب المعدة والأمعاء الحاد في العالم. أعراضه بتكون ظهور مفاجئ للإسهال الشديد والقيء والغثيان وتقلصات المعدة، وبتعتبر الحمى والصداع وألام الجسم من الأثار الجانبية المحتملة لبعض الأشخاص، وبتظهر الأعراض دي عادةً بعد 12 ل48 ساعة من الإصابة، وبتستمر لمدة يوم لثلاث أيام. الفيروس ده زيه زي الفيروسات التانية، بيفضل على قيد الحياة لفترة طويلة من الزمن، علشان كده بيعتبر من الفيروسات شديدة العدوى وبينتشر من شخص لآخر. كمان النورو فيروس مقاوم لمجموعة متنوعة من المطهرات، وممكن يتحمل درجات حرارة توصل لـ60 درجة مئوية، علشان كده بيعتبر تسخين الطعام أو معالجة المياه بالكلور غير كافي للقضاء على الفيروس. لكن في نفس الوقت لازم الطعام يتعرض لدرجات حرارة أعلى من 100 درجة مئوية للتخلص من الفيروس، ولازم كمان نتخلص من أي أغذية مصابة بهذا الفيروس على الفور وبصورة آمنة، علشان ما تحصلش أي إصابات للآخرين، خصوصاً إن فترة انتشاره بتكون كبيرة في فصل الشتاء.